احنا هنا في يوم العرض بتاع فلات 6 لابس، ممكن تقدم نفسك وتشرح الفكره لو سمحت؟ اوكي، انا اسمي تامر احمد، انا السي او لشركه اجره. احنا الشركه بتاعتنا عباره عن تاكسي كولينج سيرفيس، او يو كان سي يور اونلاين درايفر. الفكره ان في مصر ما فيش حاليا طريقه ان انت تطلب تاكسي ثرو التليفون او اي ويب سيرفيس، فاحنا حاولنا ان احنا نحل المشكله ديت باننا نقدم للناس خدمه عن طريق 5 different ways او channels يقدروا يطلبوا بيها التاكسي، يقدروا يكلموا في التليفون، يقدروا يعملوا SMS، يكلموا IVR او automated voice response، يعملوا موبايل application يقولوا هم فين وعايزين يروحوا فين، او through website للناس اللي هم في شركات وقاعدين على الانترنت عايز يقول برضه انا عايز تاكسي دلوقتي. اللطيف ان السيرفيس بتحلك زي ما ان انت تتراك التاكسي فين وهو جاي لك، يعني لو انت بتستعمل موبايل ابلكيشن هتقدر تشوف التاكسي فين وفاضل له قد ايه وقت على ما يوصل لك. المشكله الخدمه كمان بتحل مشكله السكيورتي، لان الناس دلوقتي بتبقى قلقانه وعايز يركب مع تاكسي موثوق منه، يعرف مين هو السواق، مين نمرة العربية، الرقم الرخصة بتاعته، ده وده للاتنين، يعني للسواق وللراكب في نفس الوقت. الحقيقة كمان الناس اللي هم قاعدين في ريموت ارياز او حوالين القاهرة، زي مثلا القاهرة الجديدة وستة اكتوبر وسمارت فيليج، ففي الحتة دي مفيش طريقة ان انت تنزل في الشارع وتوقف تاكسي. الناس اللي بتدور على الوقت يهمها قوي ان التاكسي يجي لها في وقت معين، مثلا طالع المطار رايح يلحق ميعاد مهم، فمحتاج دايما خدمه يقدر يعني يعتبرها اكيوريت او دقيقه، التاكسي هيوصل له في الوقت المناسب. دي للتاكسيات المستقله طبعا، التاكسيات البيضاء بالظبط. احنا التارجت بتاعنا هو التاكسي الابيض اللي هو الميتر، عشان بيبقى العداد. طب التاكسي لازم يكون معاه سمارت فون؟ التاكسي بالظبط لازم يبقى معاه سمارت فون. اكشلي جزء من السيرفيس ان احنا وي جيف هيم السمارت فون، فا اتس ا نايس واي تو ستارت السيرفيس، انه يبقى دايما السواق يعني ايزلي اكسسبل ويبقى عنده الابلكيشنز اللي يقدر يستخدمه. الابلكيشن فيري ايزي، يعني ممكن ابقى افرج لحضرتك، فيري ايزي تو يوز. احنا خدنا في اعتبارنا ان السواق مش محتاج انه يدوس على حاجات كتير عشان هو سايق وشغال، في حاجات كتيره قوي بتبقى فويس اكتيفيتد بتشتغل معاه بالصوت وهكذا. المشكلة في مصر ان الناس ما كتير من الوقت بتقول حاجة وما تقدرش توفيها. ازاي تجبر او تتأكد ان لما التاكسي يقول انا ماشي انا هاخد الاجرة دي وحوصل الساعة كام الساعة كذا، انه فعلا يوصل، وهيحصل ايه لو ما وصلش؟ تمام. اولا لو التاكسي لاي سبب ما وصلش او تأخر عن الكاستمر، فالسيرفر عندنا بيديتكت الكلام ده وبيبعت تاكسي تاني للكاستمر. هيحصل تاخير طبعا، بس هيبقى في الرينج دايما، لان احنا دايما بنختار التاكسيات اللي هي كلوز لوكيتد، لان احنا عارفين مكان التاكسي ده. فبما ان احنا بنبقى عارفين مكان التاكسي نقدر نبعت تاكسي قريب، عارفين انه ما ياخدش وقت كتير، 5 أو 10 دقايق بالكتير عشان يوصل للكاستمر. ثانيا الكاستمر نفسه بيعمل ريتنج للتاكسيات، بيعمل ريتنج للسواق وللعربية وللطريقة أو الوقت اللي هو خده عشان يوصل. فبالتالي والسواق بيشوف الريتينجز دي بعد ما مع الكاستمر بينزل، فبالتالي السواق عنده دايما انيشيتيف، لأن السيرفيس بتفيفور طبعا السواقين اللي هم يعني ريلايبل أكتر، منضبطين أكتر. فالسواق هيبقى دايما عنده حرص ان هو يعمل كده. بالإضافة لكده السواقين احنا برضو ريوارد ذم جيفز انسنتيف، يعني كل ما السواق يبقى منضبط معانا اكتر وياخد اوردرز اكتر ويفولفيل او يعني يمشي مع الاوردرز كويس، فاحنا وي ريوارد هيم ثرو ديفرنت ويز بقى على انسنتيفز كتيره مناسبه ليهم. غير كده كمان احنا لما عملنا سيرفي مع السواقين في سيرفيسز كتيره هم قالوا لنا طب ما تدونا السيرفيس دي، زي مثلا السوشيال انشورنس واللايف انشورنس ميديكال انشورنس الكار انشورنس، فاحنا قررنا نديهم كل الحاجات دي في باكج انكلودد مع السيرفيس، بحيث ان هو السواق نفسه يبقى حريص، رغم ان هو نوت اور امبلوي، بس في نفسه هو في نفس الوقت هو حريص ان هو يستخدم السيرفيس كويس ويبقى محافظ على his reputation في السيرفيس عشان تو كيب هيم معانا.
الدخل هيجي لكم منين طيب؟ الدخل بتاعنا من الكاستمرز، لان احنا الكاستمر لما بيطلب بتبقى بريميوم اس ام اس او بريميوم كول في الرينج بتاع 3 جنيه، ده الثمن اللي الكاستمر هيدفع. حتى من الموبايل اب؟ حتى من الموبايل اب، بنستخدم الموبايل اب بيبعت بريميوم اس ام اس. اوكي. ومن ناحيه سواق التاكسي اللي بيدفع لكش حاجه؟ سواق التاكسي لو هو بياخد سيرفيس زي اللي احنا اتفقنا عليها اللي هي اللايف انشورنس والميديكال انشورنس والحاجات ديت بيدفع اون توب اوف ذات او ثمن الحاجات دي، يعني احنا في الواقع بنديله كده زي منيو او زي ما بيخش المطعم ويختار، فهو يختار يقدر يختار اللي هو عنده ويسبسكرايب عليه. لو ما خدش اي حاجه من الحاجات دي هو بيدفع 60 جنيه بس في الشهر، وذيس انكلودز هيز داتا بلان وفويس بلان الموبايل يوسج بتاعه. طب انتوا هتوصلوا اولا سواقين التاكسي ازاي في التسويق، وبعدين الناس زي زباين تستخدم تاكسيات كتير؟ اوكي. بالنسبه لسواقين التاكسي احنا عملنا سيرفي برضو وشفنا ايه احسن الاماكن وايه انسب الاوقات اللي نقدر نهندل السيلز معاهم. السيلز مع سواقين التاكسي هتبقى دايركت، يعني هيبقى في تيم من عندنا بينزل ويتكلم مع السواق واحد واحد. واحد واحد. في اماكن دايما هم بيتجمعوا فيها، من احسن الاماكن ديت محطات البنزين، هم واقفين طوابير عشان يملوا البنزين، وعملنا ديل اوريدي مع شركات مشهوره في محطات البنزين يعني زي شيل مثلا، ان احنا نقدر يبقى الناس بتاعنا او التيم بتاعنا متواجد في المحطه وبيعمل ماركتنج للسيرفيس. بالاضافه لكده في اماكن دايما سواقين التاكسي متواجدين فيها في اوقات الراحه بتاعتهم، زي مثلا من ضمنها مكان هنا اللي هو عند تحت كوبري 6 اكتوبر كده، من الساعه 5 للساعه 6 هتلاقيهم دايما واقفين هناك، ده الوقت اللي بياخدوا البريك بتاعهم فيه في الوقت ده. وفي بالاضافه لكده هنعمل بقى كامبين طبعا ثرو وسائل ميديا بقى مختلفه، مينلي يعني هيكون الراديو لان هو ده اسهل حاجه نقدر نوصل بيها للسواقين بتاع التاكسي. الخطوه الجايه، الخطوة الجاية بالنسبة لنا احنا we launched already a trial، يعني في عدد few taxis مش كتير لسه، بس احنا بنجرب السيرفيس وبنشوف يعني نضمن ان الكواليتي اوف سيرفيس وكل حاجة شغالة كويس. احنا هنلونش ان شاء الله في يونيو 2012. التارجت بتاعنا اننا نوصل لحوالي 2500 تاكسي في اول سنة، يزيدوا بعد كده بحيث يوصلوا على اخر السنة الجاية ل 4000 تاكسي ان شاء الله يكونوا included في السيرفيس. بالنسبة للكاستمرز احنا هنوصل لهم ميلي بثرو السوشيال ميديا وثرو التاجز بتاعتنا او الاعلانات بتاعتنا اللي هتبقى موجوده على التاكسيات، لان التاكسي لما بيساين معانا وي جيف نمبر بنحط عليها الرقم بتاعنا وبنحط الويب سايت بحيث الناس يقدروا يتصلوا بالرقم ده او ينزلوا الابلكيشن. ف اتس ميلي a kind of viral marketing يعني للكاستمرز العاديين. موفقين ان شاء الله. شكرا. الله يخليك.